السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نانو من مجموعة الستة. سأقدم لكم البحث عن الموضوع حد الخزف عند المذاهب الفقهية. الخزف لغة مصدر خزف يكذف من باب ضرب يضرب جمعه خزف وخزفه كفس وفسقه، وأصل معنى خزف الرمي يقال خزف، بالهجارة يكذف أي رمي بها، واشتهر استعماله في رمي المرأة المحصنة أو رجال المحصن بزنا أو في معناه بألفاظ المكروهة. شرعا اختلف أهل الاصطلاح في تعريف القذف الموجب للحد، ومن تعريفاتهم أولا الحنفية القذف في الشرع رمي بزنا، ثاني المالكية القذف نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تعطيك الوطأ لزنا أو قطع نسب مسلم، ثالثا الشافعية القذف الرمي بزنا في معرض التعيير لا شهادة، أخيرا الحنبلية القذف هو الرمي بزنا أو رواية أو شهادة به عليه ولم تكمل بينه، وهذه التعريفات لا تفيد الشبهة. ألفاظ القذف من طريقة من طريق، فهل يكون الحد في جميع هذه الطريق أم يقتصر على أحدها دون الآخر؟ أولا القذف بالإبارة، لوجوب الحد على القاذف يلزم أن ينطق بإبارة القذف، وهي ألفاظ معينة إذا نطق بها استحق عليه الحد. ولقد اتفق العلماء على أنه إذا صرح بزنا كان قذفا ورميا موجبا للحد، كأن يقول يا زاني أو يولد الزنا أو قد زنت، ويكون ذلك بأي لغة طالما كان بصريح بالزنا. ثانيا التغريد بالقذف، قد لا يكون القاذف صريحا في لفظه الذي قاله، كأن يقول مثلا والله ما أنا بزان ولا أمي بزانية، أو أنا ما زنت، أو يا ابن الأسود يا ابن الفاجر يا لبدي. ففي هذه الأقوال وأمثالها اختلف الفقهاء حولها اختلافا كبيرا يمكن حصره في رأيين، أحدهما لا حد في تغريد لأن فيه احتمال بالقذف، فالاحتمال شبهة والحدود تدرأ بالشبهات، وهو قول الشافعي وعند الشافعي وأبي حنفية لا يكون قذفا حتى يقول أردت به القذف أبو حنفي والشافعي أن عليه تعزيز. الثاني أن عليه الحد وهو مذهب المالكية وروايته عن الإمام أحمد. ثالثا القذف بالإشارة، أما الأخرس فلا يتصور منه القذف، وإشارته لا يستفاد منها الرمي بزنا على وجه التأكيد، وكذلك لو كان القذف قادرا على الكلام ولكنه افتعل إشارة معينة يريد بها فعل الزاني فلا حد عليه لعدم الرمي بزنا على وجه التأكيد. رابعا القذف برسالة، لو أرسل شخص إلى آخر وقال له يا زاني أو يا ابن الزانية لم يكن المرسل قاذفا، لأنه أمر بالقذف ولم يكذف، وأما الرسول فإن ابتداء فقال مباشرة لا على وجه الرسالة يا زاني أو يا ابن الزانية فهو قاذف عليه الحد، وإن بلغه على وجه الرسالة لأن قال أرسلني فلان إليك وأمرني أن أقول لك يا زاني أو يا ابن الزانية لا حد عليه، لأنه لم يكذف بل أخبر أن كذف غيره. خامسا القذف بالكتابة، يفهم من استقراء النصوص في الفقه الإسلامي أن القذف لابد أن يكون عنا على مسمع من الجمهور، والقذف لغة الرمي بالشيء وشرعا الرمي بالزنا، واستثني منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحقوق العاري، وعلى هذا لا يكون مرسل الكتاب قاذفا إذا لم يعلم خلفه. الآن سأقدم لكم عن الشروط في القاذف. هناك 5 شروط على القاذف. أولا البلوغ، فلا يقام حد على من دون البلوغ لأنه غير مكلف، لحديث رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على أقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود. وثانيا العقل، فلا يقام الحد على قاذف مجنون لأنه رفع القلم عنه كما مر في الحديث السابق، والحكمة من عدم إقامة الحد على الصبي والمجنون أنه لا إيذاء في قذفهما، وأما السكران المتعدي بسكره فهو كالمكلف فإنه يقام عليه الحد. وثالثا ألا يكون أصلا للمقذوف، كالأب والجد مهما ارتفع، وكالأم والجدة مهما علت، فلا يحد هؤلاء يقذف الولد وإن سفل، كما أنهم لا يقتلون به كما مر ذلك في مبحث الجنايات، وكذلك لا يحدون بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره، كما لو قذف امرأة له منها ولد ثم ماتت،
لأنه إذا لم يثبت له ابتداء لم يثبت له انتهاء كالقصاص. ثم أن يكون مختارا، فلحدت على من أكره على القذف لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سنن ابن ماجه. وأخيرا أن يكون عالما بالتحريم، فلحدت على جاهل بحكم القذف لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء. أما لو كان عالما بالتحريم ولكنه يجهل وجوب الحد، فلا يعفيه جهله هذا من إقامة الحد عليه. الآن هيا نستمع على شروط الخزف. أولا، الأكل. إن الحد إنما شرع لجزء الذي بدوره الواقع على المكسوف. ثانيا، البلوغ. وكذلك يشترط في المكسوف في البلوغ، فلا يهد الخاذب الصغير والصغيرة. ثالثا، الإسلام شرطي في المكسوف، فلو كان المكسوف من غير المسلمين لم يقر الهد على الخاذف. رابعا، الحرية. فلا هد عند الجهور علماء على من خذف أبدا أو أمة وخالفهم في ذلك الابن الحزم. خامسا، الإفة. والمراد بالإفة هنا هو أن يكون مخصوف أفيفا عن الفاحشة. هذا النص القرآني يبين عقوبة القاذف في الدنيا إذا لم يكن بينة على ما قاله وكان مكسوفا بالغا آكلا عفيفا، وهو المراد بالإحسان. وهي ثلاثة أمور: واحد، أن يجلد 80 جلدة. ثانيا، أن تهد شهادته أبدا. ثالثا، أن يكون فاسقا ليس بأدل لا إن الله تعالى ولا إن الناس. والقصف بالزنا من السبأ الموبقات وفقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم: اجتنب السبأ الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. الآن المطلب الثالث: سقوط حد القذف. أخرجه البخاري في الوصايا باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ومسلم في الإيمان باب التحريم الكبائر. وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في التشريع في أكل ما اليتيم. والنسائي في الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم. أدى ابن هجر من الكبائر قذف المحصن أو المحصنة بزنا أو لواء. الآن حيا نتعلم عقوبة الشهود إذا اختلفت شهادتهم. الأول، شهادة القاذف قبل إقامة الحد عليه وقبل التوبة. اختلاف العلماء في حكم هذه المسائل وكانوا على رأيين. الرأي الأول: لا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة، وهو مذهب شافعية والحنابلة وأسبغ وابن الماجشون وسحنون من مالكية. الرأي الثاني: قبول شهادة القاذف قبل إقامة الحد عليه، وهو مذهب حنفية والمالكية. أدلة الرأي الأول: الدليل الأول قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهداء أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وجه الدلالة: اشتمالت الآية على ثلاثة أحكام هي جلد ورد الشهداء والفاسق. فلما تعلق الجلد بالقذف وجب أن يكون ما ضم إليه وقرن به متعلقا بالقذف أيضا، وهو رد الشهادة والفاسق. الدليل الثاني: إن الجلد تطهير وتكفير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الهدود كفارة لأهلها. فلم يجز أن يكون تكفير ذنبه موجبا لتغليظ حكمه. الدليل الثالث: رد الشهداء متعلق بفعله وهو الغزف لا بفعل غيره، وهو جلد، والغزف من فعله وجلد من فعل غيره.
أدلة الرؤية الثاني. الدليل الأول قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهداء أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وجه الدلالة. قال قصص: استدلال بالآيات على قبول شهادة القاذف ما لم يحد، فالآيات أوجبت بطلان شهادة القاذف عند عجزه عن الإقامة بينة على صحة قذفه، وتدل على قبول شهادته ما لم يحد. الدليل الثاني ما روى الحجاج بن أرطاطة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون أدول بعضهم على بعض إلى محدود في غزف. الدليل الثالث ما روي عن إكرامة عن ابن عباس في حصاص هلال ابن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحلد هلال ويبطل شهادته في المسلمين. وجه الدلالة أنه أخبر أن بطلان شهادته متعلق بوقوع الجلد به، ودل بذلك أن القذف لم يبطل شهادته. شهادة القذف بعد الحد والتوبة. اختلاف العلماء في الحكم شهادة القذف بعد إقامة الحد عليه وبعد التوبة، وكانوا في ذلك على قولين. القول الأول: شهادة القذف بعد إقامة الحد عليه وبعد التوبة مقبولة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. والقول الثاني: عدم قبول شهادة القذف أبدا بعد إقامة الحد عليه تاب أو لم يتب، وهو مذهب حنفية. أدلة قول الأول استدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع والمأكول. في هذا العرض يشرح عن شهادة القاذف من اقتباس من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال إمام الشافعي: من قذف مسلما حددناه أو لم نهدده لم نقبل شهادته حتى يتوب، فإذا تاب قبلنا شهادته، فإن كان القذف إنما هو بشهادة لم تتم في الزنا حددناه ثم نظرنا إلى حال المحدود، فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادته قلنا له تب، ولا توبة إلا إكذابه نفسه، فإذا أكذب نفسه فقد تاب حتى أو لم يحد، وإن أبى أن يتوب وقد قذف وسقط الحد أنه بعفو أو غيره مما لا يلزم المقذوف اسم قذف لم تقبل شهادته أبدا حتى يكذب نفسه. وهكذا قال عمر للذين شهدوا على من شهدوا عليه حين هدهم فتاب اثنان فقبل شهادتهما، وأقام الآخر على القذف فلم يقبل شهادته، ومن كانت حاله عند القذف بشهادة أو غير شهادة حال من لا تجوز شهادته بأنه غير عدل حد أو لم يحد فسوى، ولا تقبل شهادته حتى تحدث له حال يسير بها عدلا ويتوب من قيلي بما وصفت من إكذابه نفسه. وتجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب على رجل في قذف، ثم وتجوز شهادة ولد الزنا على رجل في الزنا، وشهادة المحدود في الزنا إذا تاب على الحد في الزنا، وهكذا المقطوع في السرقة والمقتص منه في الجراح إذا تاب، ليس هاهنا إلا أن يكون عدولا في كل شيء أو مجروحين في كل شيء إلا ما يشركهم فيه من لا عيب فيه من هذه العيوب، فشهدوا فيكونون خصماء أو أغناء أو جار إلى أنفسهم أو دافعين أنها أو ما ترد به شهادة العدول. وهكذا تجوز شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي والغريب على الآهل والآهل على الغريب، ليس من هذا الشيء ترد به شهادة إذا كانوا كلهم عدولا، وإذا كان معروفا أن الرجلين قد يتبايعان فلا يحضرهما أحد ويتشاتمان ولا يحضرهما أحد ويقتل أحدهما الآخر ولا يحضرهما أحد، فحضور البدوي القروي والقروي البدوي حتى يشهد على ما رأى، واستشهد عليه جائز، وقد لا يشهد لأنه حاضر يشهد غيره، ثم ينتقل المشهد أو يموت أو يطمئن إلى صاحبه ف
فلا يكون له شاهد غير بدوي أو بدويين، وكذلك قد يكون له شهود غيره يغيبون أو يموتون، فلا يمنع ذلك البدوي أن تجوز شهادته إذا كان عدلا. هذا كل شيء من جهتي، ننتقل إلى القسم التالي. شكرا جزيلا. بعد ثبوتها بالأدلة الشرعية، هناك تبين في فهم المصادر الشرعية وتطبيقها في قضايا القذف. بعض المذاهب الفقهية وتعتبره عقوبة قائمة وتشتري أجر 4 شهود يشهدون بمشاهدة الجريمة مباشرة، وفي حالة عدم توفر الشهود يتمتبق العقوبة إذا اعترف الجاني بالزنا بشكل صريح وبعد طلب الشهادة 4 مرات. أما بعض المذاهب الأخرى فيعاملون القذف بمرونة، ويمكن تطبيق عقوبة بديلة أو تحمل الجاني بالعواقب الاجتماعية والمعنوية. تختلف الآراء وتفسيرات بين المذاهب الفقهية وتعكس التنوع الفقهي والثقافي والاجتماعي بين المجتمعات المختلفة. لذلك يمكن أن يكون هناك تبين في تطبيق قاعدة القذف بين الدول والمجتمعات التي تتبع مذاهب ومدارس فقهية مختلفة، وتلك اتباع تعكس التنوع الفكري والثقافي والاجتماعي بين المجتمعات المختلفة. أولئك الذين يستمعون، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.